ودلوقتي خلونا نرحب في اول ظهور ليها في برنامجنا صباح الخير يا مصر بزميلتنا لميا حمدين عشان نتعرف منها على اسعار العملات والذهب. صباح الخير يا لميا والف مبروك. الف مبروك يا لميا. صباح الخير باسان. صباح يعني الخير مصطفى. من احلى الحاجات اللي نبتدي بها الصباح النهارده. انا كمان مبسوطه جدا بمشاركتي معاكم في تقديم صباح الخير يا مصر، وان شاء الله نعمل شغل كتير حلو جاي. قولي لنا بقى قريتي ايه لاديب نوبل نجيب محفوظ، وايه الروايه اللي ترشحيها للناس؟ الحقيقه انا قريت زقاق المداء، لكن نجيب محفوظ دايما مشهور عنه في رواياته انه بيتكلم عن الحاره المصريه وعن الواقعيه، وخصوصا ان احنا شفنا اغلب رواياته اتعملت في مسلسلات كتير وفي افلام كتير، شجعت الناس الحقيقه ان هي تجيب روايات وتبتدي ترجع تقرا مره تانية. زقاق المداء انا كنت يعني برشحها لكم بقوه، وكمان زي ما قلتي من شويه بسنت مسلسل حديث الصباح والمساء، يعني الحقيقه كان في حبكه دراميه رائعه. صحيح. برشحه للناس كلها. نشكرك يا لميا، اتفضلي.